عن المدائني قال: جرى بين عبد الملك بن مروان وعمر بن سعيد منازعة، فأغلظ له عمر، فقال له خالد بن وزيد بن معاوية وكان حاضرا: يا عمر، تكلم أمير المؤمنين بمثل هذا؟ فقال له عمر: اسكت، فوالله لقد سلبك بنو مروان ملكك ونكحوا أمك، لأن مروان ابن الحكم تزوج أم خالد بن يزيد. فوالله لقد سلبك بنو مروان ملكك ونكحوا أمك وغلبوا أمرك، فما هذا النصح الموشح بغش؟ أنت والله كما قال الشاعر: كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بنيها فلم ترقع بذاك مرقعا.